وصلنا لكلمة الصمد. ذهب العلماء في تفسير هذه الكلمة إلى تفسير بالمآلات، هي لأن أسلوب معظم القواميس اللغة العربية، يعني أثناء البحث عن معنى أي كلمة بنلاقي يأتي صاحب المعجم بمعاني الكلمات المستخدمة في تاريخ وضع القاموس. طبعا ومتأثر في الثقافة الإسلامية، يعني أي إنسان عنده خبرة بالمعاجم يدرك أن هذه الكلمات وضعت من منظور إسلامي، اعتماد على الأحاديث والثقافة الإسلامية. نادرا ما نلاقي معجم، اللي هو غالبا ما في غيره حسب ما مر معي من معاجم، هو مقاييس اللغة لابن فارس، هو الذي يأتي بمفهوم الكلمة، جذرها وشو معناه من الناحية اللسانية، مو شو استخدامه تاريخيا أو على من أطلقت، اسم جبل، اسم وادي، اسم حيوان، اسم قبيلة، لا، هذا أسلوب لسان العرب ومن تبعه. فقال بعض العلماء صمد بمعنى قصد، والمصمود هو المقصود بالحوائج والدعاء. وقال آخر صمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وقال غيره صمد الكامل في سيادته، والصمد السيد. ونلاحظ أنه صمد كل ما سبق من المعاني، بس هل هذا كلمة صمد هو هذا المفهوم اللساني، ولا هذه مآلات الكلمة في الواقع؟ عم نفصل قليلا يعني للفكرة مهمة في دراسة القرآن. طبعا هذه المواضيع ليس ل يعني عامة المسلمين، لا يهمهم هذه التفاصيل بهذا الشكل، هذه مواضيع تهم الدارس للقرآن والباحث. يعني حتى ما أحدهم يقول ما لنا مال هالتفاصيل، خلاص قل والله أحد، الله الصمد، وانتهى الموضوع. كلام سليم لمن يريد المختصر المفيد ويتابع حياته، أما الدارس والباحث لابد من هذا التفصيل. مهم. قال صاحب القاموس المحيط: الصمد القصد، والضرب والنصب، وبالتحريك السيد لأنه يقصد، والدائم والرفيع ومصمت لا جوف له، والرجل لا يعطش ولا يجوع في الحرب. قال ابن فارس في المقاييس: صمد الصاد والميم والدال أصلان، أحدهما القصد والآخر الصلابة في الشيء. فما هو معنى كلمة صمد؟ لنرى ذلك من خلال تفسير معنى كلمة صم، لأن الأصل في الكلمات الثنائيات، وبضدها تظهر الأشياء. صم عكس مص. ذكر ابن فارس قال: صم الصاد والميم أصل، يدل على تضام الشيء وزوال الخرق والسم. الخرق أيضا هو من أنواع يعني الثقوب، لذلك يقال عن ثقب الإبريق اسمه هو السم. أما صاحب القاموس المحيط قال: الصمم محركة، انسداد الأذن، معروف الأصم، وثقل السمع، وحجر أصم، وصخرة صماء، صلب مصمت. أما كلمة مص فلقد ذكر ابن فارس مص الميم والصاد أصل صحيح، يدل على شبه التذوق للشيء وأخذ خالصه. طبعا كلمة الصمم أو الصم وكلمة مص من الكلمات المستخدمة في الحياة المعيشية، يعني إذا استحضرنا نحن صور أفعال يظهر لنا المفهوم اللساني بشكل واضح. يعني عملية المص للشراب من الزجاجات، من الأوعية، من الآنية معروفة، وبالتالي معنى المص واضح تمام اللي طرحه ابن فارس، أنه هو شبه التذوق للشيء وأخذ خالصه. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ما يأتي في المعجم اللغوي من معاني للكلمات إنما هو من باب التقريب والمجاز، لذلك يأتي بصور الاستخدامات التي تتحقق بها معنى ودلالة الكلمة في الواقع، ليقرب المعنى الأصلي للكلمة المجرد عن الواقع المستخدم. فكلمة صم تدل على تضام وتماسك الشيء على نفسه، نجد ذلك متحقق بالصائم لأنه يتماسك على نفسه ويعرض عن الطعام والشراب، وكذلك نجده متحققا بالصخرة الصماء لأنها متضامة على نفسها، متماسكة بقوة، ليس في داخلها أي تصدع أو شق. وكذلك قولنا إنسان أصم، نقصد به معنيين: الأول ثقل السمع أو عدمه، لفي السمع كله، وذلك لانسداد قناة السمع فصارت أشبه بالصخرة الصماء التي لا جوف لها. وإذا كان الإنسان متماسكا على نفسه ومتضاما، أي معتمدا على نفسه مستغنيا عن غيره، وذلك لتحقق القوة والشدة فيه، ونقول عصامي، فلان عصامي، بمعنى يقوم بنفسه وبنى نفسه بنفسه.
كلمة مص تدل على تذوق الشيء وأخذ خالصه، كما قال ابن فارس. نلاحظ هذا المعنى بعملية المص للشراب وغيره، وهو عملية فيها اختراق إلى داخل الشيء وأخذ أصله وجوهره وخلاصته. والشيء الذي يمص هو شيء قابل للتحلل والتجزؤ، لذلك أتى معنى تذوق الشيء وأخذ شيء من شيء. فنجد الشيء الذي يقبل المص غير متضام وغير متماسك على نفسه ويعتمد على غيره، بعكس كلمة صم التي تدل على التضام والتماسك بقوة وشدة. فالنتيجة أن كلمة صم عكس مص دلالة ولفظا. طبعا قاصد هذا الأمر لأنه بناء على طلب الأخ إسلامي والأستاذ إبراهيم المنهجية في التعامل مع النص، كيف نصل لمفاهيم من خلال التحليل. نأتي الآن إلى كلمة صمد بعد هذا المدخل، فنلاحظ أن الحرفين الأوليين يشكلان كلمة صم، مما يدل على أن الأساس والمصدر لكلمة صمد، ولذلك لم تخرج دلالة كلمة صمد عن كلمة صم. ولنرى ماذا تدل كلمة صمد، يعني تم زيادة صوت على الصوتين الأوليين اللي هو صوت الدال فأعطاها بعد، صمد. وضد صمد أو عكس ضمص لفظا ومعنى. قال صاحب القاموس: الضمص الإسراع في كل شيء، إسقاط الكلب ولده وإسقاط الدجاجة بيضة، وبالتحريك رق الحاجب من آخر وكثافة من قدم وقلة شعر الرأس. قال صاحب المقاييس: ضمص الدال والميم والصاد ليس عنده أصلا، الكلمة غير مذكورة عنده، مواصلة عنده، هذا شيء طبيعي. ذكر منها مقاييس أو أشياء تتقارب. فدلالة كلمة الضمص إذن هو الإسراع في الشيء وخفته، ولنرى ذلك من خلال الصور المستخدمة لنحصل على أقرب دلالة لعملية الضمص. الدجاجة تضع بيضة، الكلب تسقط، الكلب تسقط ولده، وما شابه ذلك. ففي عملية خروج شيء من شيء وبسرعة. معروف البيضة عندما تريد أن تخرج، أو الكلب عندما تريد أن تسقط ولده، في عملية مخاض ومن ثم يتم نزول سريع في نهاية الأمر، وفي تجزؤ وتحلل بالضمص. صمد من خلال إظهار ضد اللي هو صم ومص وصمد وضمص. صور، نأخذ صور في الواقع، لأنه دائما الإسقاط على الواقع ضروري جدا، مثل ما أننا نحن لا يستطيع الإنسان أن يفكر إلا من خلال الواقع، لا تفكير إلا بواقع. الواقع مصدر معلوماتي وبنفس الوقت هو موضع للتفكير، فلذلك دائما نحن عندما نريد أن نطرح أفكارنا أو نتناقش مع الآخرين نطالبه أن يبقى على الواقع، ما يحلق لوحده بتصوراته وتخيلاته. أسقط الأفكار على الواقع، وهذا منهج قرآني عندما قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، اللي هو عم ينوه وينبه انه تفكيركم ودراستكم واقعية، هو مصدر معلوماتكم، هو موضع التفكير، لا يوجد دراسة بدون واقع. نقول بالواقع: صمد الجندي في المعركة. نتخيل الصورة كيف صمد، صمد بقوة وتماسك وشدة. نقول: صمدت الصخرة تحت ضربات المطرقة، وذلك إذا بقيت متماسكة ومضامة على بعضها لم تتصدع أو تنشق وثبتت بقوة وشدة. ونقول: اصمد اللوحة على الجدار، أي ثبتها. ونقول للعروس: انصمدي، أي اثبتي في صدر المكان لكي يراك الناس جميعا وعدم التحرك. هذا دلالة كلمة صمد، وهذه الدلالات هي امتداد لدلالة كلمة صم. فالشيء الأصم غير الشيء الممصوص، كما أن الصمد غير الضمص. فدلالة كلمة صمد عكس دلالة كلمة ضمص لفظا ومعنى. فتكون دلالة كلمة صمد هي التماسك والتضام على الذات والقوة والشدة والثبات على ذلك. وصلنا إلى كلمة الله الصمد. من خلال هذه الكلمات اللي شرحناها تقريبية نقول: الله الصمد أي هو القائم بنفسه، الحي القيوم، المستغني عن غيره، القوي الشديد، الثابت على صفاته المجيدة. وهذا طبيعي يقتضي أن يكون كامل في أسمائه الحسنى، له السيادة والسؤدد. وطبيعي من يكون بهذه الصفات يقصده الضعفاء الممصوصين بالدعاء وقضاء الحوائج. ومن هذا الوجه قال العلماء: صمد يعني قصد. قصد ليس معنى لساني لصمد، إنما هي نتيجة لها، وذلك من باب تفسير الشيء بمآله. قالوا: الصمد الذي لا يدخل إلى جوفه شيء أو يخرج منه
كما أنه لا يأكل ولا يشرب فهو صمد. هذه كلمات مجازية لتقريب مفهوم الصمد، وإلا الله معروف أنه لا يدخل ولا يخرج، ولا منقول عنه جوفه مصمت، ولا منقول عنه جوفه مجوف، لا، لأن هذه حالات ثنائية نسبية، فالتعبيرات هون قاصرة وأنا ما بحب استخدمها. الصخرة الصماء يعني الصخرة المتماسكة على نفسها بقوة، فكمان هذه كلها تعريفات مرتبطة بكائن حادث لا يصح استخدامها، ولكن للتقريب هذه الكلمات. أما قولهم الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، فهو من هذا الباب، ومعنى جميل لكن قاصر، لكن معنى مقبول، هو من باب تفسير الشيء بمآله، لأن من كان قائما بنفسه مستغنيا عن غيره فهو القوي الشديد الثابت على ذلك، وهو لا شك سيد كامل في سيادته، وذلك الكمال جاء من كونه ثابتا في تماسكه وقيامه بنفسه وقوته وشدته، غير قابل لعملية النقصان ولا الزيادة ولا التغير ولا الضعف، اللي هي من دلالة كلمة المص التي هي عكس كلمة صم، وذلك لأنه صمد. فالصمد يلزم منها صفة الكمال المطلق إذا كان الموصوف أحدا في ذاته، والله أحد في الوجود، ليس قبل شيء وليس بعد شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلزم أن يكون صمدا، ولزم من صفة الصمدية صفة الكمال المطلق الصمدي لجميع صفات الأحد.